الليلة أمير المؤمنين سلام الله عليه مسجع على فراش المرض يئن أنين السليم. تدري شنو أنين السليم؟ يعني ملدوغ العقرب. ها؟ يئن أنين السليم وقد وصل السم إلى قدمه حتى تورمت. الأصبغ بن نباتة يقول دخلت على سيدي أمير المؤمنين رأيته معصب بعصابة صفراء، والله ما أدري أوجه الإمام أشد صفرة أم تلك العصابة. ها؟ دخل عليه حجر بن عدي قال له فيا أسفي على المولى التقي أبا الحسنين حيدرة الزكي. قال له من هذا؟ حجر هذا؟ قال فداك حجر يا أمير المؤمنين. قال يا حجر كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ قال يا أمير المؤمنين والله لو أؤخذ أحرق أرمى بالنار ما تبرأت منك يا أمير المؤمنين. جزاه خيرا. قال جزاك الله خيرا. ها؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يبكي واليتامى كلهم يحوطون بدار أمير المؤمنين. الليلة انتشر خبر في الكوفة أن الإمام علي طالب قدح من اللبن. اجوا أهل الكوفة كلهم صغار وكبار كل واحد بيده قدح من اللبن يقول يا أبا محمد للحسن عليه السلام يا أبا محمد فليشرب أبو الحسن من قدحي. الليلة فاجعة فاجعة عند أهل البيت سلام الله عليهم. زينب أخوات زينب أم كلثوم أم البنين الليلة في حزنها، خصوصا من بعد ما دخل الجراح الأخير عليه وأدخل الرئة رئة الشاة نفخها فأخرج الرئة خلاها في الضربة نفخها ثم أخرجها وإذا فيها شيء من مخ الإمام. بعض الروايات وإذا به مخضر. ها؟ تدري شنو؟ من السم، من شدة السم، شيء من مخ الإمام عليه السلام. التفت إلى الإمام قال أعهد عهدك وأوصي وصيتك فإن الضربة وصلت إلى الدماغ. ها؟ بعد ما منهرج يا أمير المؤمنين. أما مولانا أمير المؤمنين هذه الليلة فقد أوصى أولاده بطاعة أولاد فاطمة. الله خليفتي عليكم وكفى به خليفة، أوصيكما ولداي ومن بلغه كلامي بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله بالأيتام، الله الله في الصلاة، الله الله في بيت ربكم، الله الله في القرآن. وأوصاهم بإصلاح ذات البين بأنها أفضل من عامة الصلاة والصيام. وما زال أمير المؤمنين سلام الله عليه يوصيهم إلى أن التفت إلى ولده الحسن قائلا ولدي أبا محمد أنت ولي الدم، فإذا أنا مت من ضربته هذه فضربة مكان ضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت حبيبي رسول الله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ولدي أبا محمد واحملا مؤخر السرير واترك المقدم، فإن الملائكة تحمل المقدم أينما وضع المقدم، ضع المؤخر. ولدي أبا محمد اعلم أنه موضع قبري. ولدي كبر علي سبعا واعلم أنه لا يجوز التكبير على ميت سبع مرات إلا على التاسع من ولد أخيك الحسين وهو المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. ولدي ولدي اسمع اسمعها، ولدي حنطني بفاضل حنوط رسول الله. ولدي أبا محمد وادخر لك من حنوطه. ثم التفت إلى أبي عبد الله الحسين قال أما أنت يا ولدي يا حسين فحنوطك سافي تراب كربلاء. صيح صيح بصوت وا حسيناه.